لكل الناس اللي شاركوا في حملة هاشتاج حمزة حقنا، أوجه لكم رسالة حب ورسالة شكر. شكرا لكم جميعا واحد واحد، ساعدتوني ووصلتوني للمرحلة اللي أنا فيها دحين. فزت باللقب أول فايز في إكس فاكتور لسنة 2015. لسه طبعا أنا مو مصدق الموضوع، وجدا جدا جدا سعيد بالموضوع، وبرضه أشكركم مرة تانية، وإن شاء الله ما أخيب ظنكم، في أشياء كتير حشتغل عليها وأشياء كتير جاهزة إنكم أنتوا تسمعوها قريبا إن شاء الله. وحاب أقول لكم بمناسبة إن رمضان قرب، كل عام وأنتم بألف صحة وسلامة.